وغيكون فيهم التوكيد الخاص بالعداء زائد اسم ديال العداء. التحضيرات الخاصه بماراثون ولاد عيان للتحدي الجبلي في دورته الثانيه تحت شعار الرياضات الجبليه ترسيخ لثقافه الحفاظ على البيئه وحمايه الثروه الطبيعيه. الرياضه الجبليه ومدير الدوره الثانيه لماراثون ولاد عيان للتحدي الجبلي. هذا الماراثون هذا النسخه الثانيه من بعد ما نظمنا النسخه الاولى سنه 2019 اللي عرفت واحد المشاركه ديال الاعدائيين متخصصين بهذا النوع من الرياضات اللي هو سباقات الترايل من جميع ربوع المملكه، يعني من الداخله، من العيون، من اكادير، من زاكوره، من ورزازات، من اكدز، من خنيفره، واتصم، الرباط، طنجه، الدار البيضاء، العدد كبير من المدن. الحق اللي عرفت واحد النجاح، احنا كمنظمين تفاجئنا انه انك باش تنظم دوره الاولى في واحد المنطقه اللي هي مهمشه وغير معروفه وتلقى هذا الاقبال، فدورنا تفاجئنا. الدوره الثانيه تاجلات بسبب الجائحه بعد ما في الكونفينمون، يعني حتى وصلنا للترتيبات الاخيره ومالوريزمون تاجلات. احنا الان بصدد تنظيم الدوره الثانيه يوم 30 ابريل 2023، يعني بعد قرابه تقريبا شهر غيتكون الفتح ديال التسجيلات عبر موقع تايمين سبيريت المتخصص في هذا النوع من الرياضات يوم 15 ابريل المقبل ان شاء الله. اداره ديال الماراثون هي الان في لقاءات ماراثونيه سواء مع المستشهرين والمانحين، المؤسسات العموميه، المؤسسات الخاصه، من اجل انجاح هذه الدوره. وهذه الدوره هي عندها بزاف ديال الاهداف، منها ما هو اجتماعي، منها ما هو اقتصادي، منها ما هو سياحي، خصوصا التسويق الترابي للمنطقه ديالنا، لان كتعرف واحد الطبيعه جبليه متميزه جدا قدم جبل ديال الاطلس المتوسط بالجهه ديال الدير ديال بني موسى بن عمير. التكلفه ان شاء الله ستتراوح ما بين 120 الف درهم حتى 160 الف درهم على حسب الترتيبات الاخيره، لان باقي ما بعض المانحين باقي ما صرحوش بالطريقه اللي غادي يتعاونوا معنا فيها في هذا الترايل. هذا الترايل هو الوحيد من نوعه في المغرب اللي كيعرف المشاركه مجانيه، وهذه دعوه للمتخصصين في هذا النوع من الرياضات انهم يجيو ولاد عياد مرحبا بهم المشاركه مجانا للاستفاده من جميع المميزات ديال هذا الترايل مجانا، لتسلم التميمه ديال المشاركه ولا القميص ديال المشاركه مجانا، والدوسار كذلك مجانا، والدبلوم شهاده التقديريه وشهاده المشاركه كذلك مجانا، بالاضافه للايواء والتغذيه لثلاث ايام ديال الماراثون، يعني يوم 28 29 30. هاد ثلاث ايام جميع المشاركين الذين يرغبون في المشاركة مرحبا بهم في ولاد عياد.